قدرناش نجلس بسبب القصف الجوي الذي حصل في عندنا في الحارة، وراحت كثير بيوت وراحوا كثير شهداء. أنا الآن جالس تحت طربال وشرشف يعني يحمينا من الشمس، لكن من المطر لا، ما يحمينا لا من المطر ولا من البرد. شوفوا الصوت كيف الآن، وهذا الجهال الآن هنا كلهم تعبانين من شدة البرد، ما زارونا لا منظمات ولا دعموا احنا أي منظمة. نتمنى أن الحرب يوقف، نرجع لبلادنا وما لنا استدرس عيالي ونرجع للمدرسة، ونتمنى الحرب يوقف والطيران والضرب والمشاكل، وزوجي يرجع لأمله ونعيش حياة عنا الطبيعية.